في النور الحقيقة تبان. إدكس 2018 المعرض الخاص بالصناعات الدفاعية والعسكرية الأول في شرق إفريقيا. هذا المعرض الذي يضم العديد من الشركات المنتجة للصناعات العسكرية والدفاعية، معرض بيضم عدد كبير من الشركات وجهات عرض عديدة والكثير من الشخصيات المهتمة بهذا الشأن. يعني النهاردة كان حدث حافل ومليء بالكلمات المهمة، سواء كانت للسيد رئيس الجمهورية أو السيد وزير الدفاع. عن أهمية مشاركتنا بشكل فاعل وبشكل كبير وتنظيمنا لهذا المؤتمر وهذا المعرض وأهمية هذا المعرض بشكل عام، هيكون كلامنا النهاردة مع سيادة اللواء دكتور علاء عز الدين، مدير مركز الدراسات الاستراتيجية للقوات المسلحة سابقا. أهلا بك يا فندم. أهلا بك يا سيادة اللواء. يعني كيف ترى هذا الحدث الكبير، تنظيمنا لمعرض يعتبر الأول من نوعه في مصر وفي شرق إفريقيا؟ هو يعتبر الأول من نوعه في الشرق الأوسط كمان. تمام. لأن مفيش دولة عملت معرض بهذا الحجم وبهذا الكم من الاشتراك، 41 دولة، 316 شركة، عدد كبير. المعرض معرض عالمي وإن شاء الله ما يكونش الأخير، يعني شاء الله. هو البداية. تمام. المعرض ده الحقيقة بيؤكد أن مصر بدأت في استعادة الدور الريادي مرة أخرى على مستوى العالم. وما كان يمكن أن ينجح لو لم يكن هناك ثقة من الدول المشاركة والشركات اللي اشتركت في هذا المعرض. المكان طبعا بتاع المعرض هو أقيم في أرض المعارض أو مركز مصر، المركز الجديد اللي هو أقامته قوات مسلحة، حاجة عالمية. التنظيم اللي نفذته وزارة الدفاع، يعني هي اللي بدأت المعرض من الأول لحد الآخر، وده في حد ذاته بيعكس مدى قدرة القوات المسلحة في حتى تنظيم المعارض والمهرجانات. في حاجة اسمها بالمناسبة سياحة المعارض. طبعًا. سياحة المعارض والمؤتمرات، فهو أيضًا إحنا متميزين في مصر في السياحة دي. حقيقة، فيصب أيضًا في هذه الخانة. ما فيش هذا العدد من الدول يجي يشارك في معرض لأنظمة التسليح في دولة غير مستقرة. طبعًا. يستحيل. يبقى معنى أن هذه الدول جت شاركت في المعرض أن هناك حالة من الاستقرار الأمني المطمئنة عالميا، وده في حد ذاته رسالة للعالم، أو الدول اللي شاركت دي بتبعت لباقي دول العالم أن مصر مستقرة، مصر آمنة، نتحرك بأمان، غير الصورة اللي كانت بتصدر للعالم أن مصر فيها حالة من عدم الاستقرار والانفلات الأمني. لا، الحمد لله. هذا المعرض غير المعارض اللي كانت بتتم قبل كده، غير المؤتمرات اللي كانت بتتم، لأن ده معرض له ثقل دفاعي. يعني الدولة اللي بتشارك أو بتنظم هذا المعرض بتلفت نظر العالم كله، وبالتالي كل العالم وحتى غير المهتم بالصناعات الدفاعية، يعني الشعوب، الناس المدنيين اللي في بقية دول العالم غير المهتمين بالصناعات الدفاعية، لكن مسألة أن هذا المعرض بيطرح في الإعلام وفي طبعاً وسائل إعلام عالمية بتتناوله، بيجذب الانتباه، بيلفت الانتباه. الله، ده مصر بيحصل فيها كذا كذا، إذن هي مستقرة، إذن هي آمنة. طب نبتدي بقى نروح ندور ونتفسح ونتفرج على ونمارس السياحة اللي هي التقليدية العادية، إذا كانت بقى سياحة شواطئ، متاحف، أثار، كذا 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 وهكذا. فالمعرض كمان بيدي ثقة من الشركات اللي اشتركت. طيب، يعني طبيعة الدول المشاركة، يعني هل لها ثقل في هذا المجال من الصناعات الدفاعية والعسكرية؟ ما فيش دولة هتشارك في المعرض إلا إذا كان عندها إنتاج خاص بيها. طبعا. ما هو الشركات ال 316 شركة هم بيمثلوا دول. هذه الدول اللي عندها شركات تسليح وشاركت يبقى بتنتج نوعية من السلاح، حتى لو نظام تسليح واحد فرضا يعني. وبالتالي هي دولة مصدرة للسلاح. المعرض بيبقى فرصة، لأن طبعا مش هيزور 41 دولة بس، هتلاقي وفود من كل دول العالم جاية تتفرج. احنا بنتكلم عن يمكن 10,000 زائر خلال 3 أيام توقعات، يعني ده الزوار، لكن أنا بقول جايين منين، مش كلهم هيبقوا من الشعب المصري طبعا، لكن كل دول العالم. مش بالضرورة أن الدول اللي شاركت بس هي اللي يجي منها زوار، يعني احنا كمصر بنشارك أو بنروح نزور معارض السلاح في دول العالم، بيطلع وفود
سواء بشكل رسمي أو غير رسمي نفس الأمر بيبقى من الدول الأخرى. فهيجوا يطلعوا على أنظمة تسليح مختلفة من دول عديدة ومن شركات عديدة من ضمنها السلاح المصري، لأن احنا الحمد لله بفضله بننتج بعض نوعيات الأسلحة وبنشارك في بعض نوعيات الأسلحة. فلما يجوا يشوفوا أنظمة تسليح عديدة جدا ومن ضمنها السلاح المصري يبقى دي فرصة للتسويق الجيد. النهاردة الرئيس كمان كان بيتفقد عدد من الأجنحة للدول المشاركة، يعني تفقد جناح المملكة العربية السعودية والإمارات. ليه تحديدا الجناحين دول؟ أنا الحقيقة كنت لسه في مداخلة واتكلمت عن هذا الأمر. ده بيعكس اهتمام مصر بالدول اللي وقفت جنب مصر، الدول اللي سندت مصر في وقت أزمتها، وعلى وجه التحديد هما السعودية والإمارات، ما حدش يقدر ينكر. فاهتمامنا ودخول للرئيس الجناحين دول بالذات يبقى بيعكس أو بيدي رسالة تأكيد أن مصر تهتم أن تكون هذه الدول على مستوى عسكري متقدم، لديها القدرة على المشاركة مع مصر في مجال تصنيع السلاح. ما نقدرش ننسى الهيئة العربية للتصنيع. طبعا الهيئة العربية للتصنيع في بدايتها في السبعينيات أقيمت لتكون نواة لصناعة تسليح عربية تكفي أو تحقق الاكتفاء الذاتي بدرجة ما. صحيح مش هيبقى 100% لكن على الأقل هتوفر لنا نوع من التسليح للدول المشاركة بالأساس ولباقي الدول العربية والإفريقية الصديقة أو أي دولة تستورد مني. لكن ما حدث يعني لم تأتي الرياح بما تشتهي السفن وانسحبت الدول العربية اللي كانت مشاركة ومصر حفظت الحقيقة وده يحسب لمصر. طيب لو هنتكلم على الخبرات اللي بنخرج منها من خلال تنظيم معرض زي ده، يعني هل من خلال المعرض فقط بيتم عرض النظم الحديثة من التسليح لبعض الدول المشاركة، ولا في أنشطة أخرى ممكن نخرج بيها أو نستفيد منها من خلال إقامة هذا المعرض؟ الأساس أو الاهتمام الرئيسي التعرف على أنظمة التسليح الحديثة. تمام. ولكن بنطلع من المعرض بقى بالعديد من الاتفاقيات، باتفاقيات للتعاون في مجال تصنيع أو الاشتراك في تصنيع بعض الأسلحة، الحصول على رخصة تصنيع بعض الأسلحة، تستوردي بعض أنظمة التسليح، لأن ممكن أي دولة عايزة نظام تسليح معين بتزور دولة 2-3-4 من اللي هتستورد منهم، لكن فرصة زي دي يبقى عندنا كل حاجة وشايفينها قدام عينينا. عندك 41 دولة قدامك، عندك 316 شركة قدامك تقدري تختاري منهم اللي انت عايزاه، وطبعا كل شركة بتحاول تعرض أفضل أو تستخدم أفضل أسلوب للعرض عشان طبعاً تبين مواصفات نظام التسليح. فالأساس هو التعرف على أنظمة التسليح الحديثة بالإضافة إلى القدرة بقى على التنظيم. طبعا في عائد اقتصادي، في عائد سياحي، في عائد إعلامي لمصر على مستوى العالم، فكل دي جوانب أخرى، لكن الأساس هو التعرف على أنظمة التسليح الحديثة. كان في النهاردة في المعرض جناح بيسمى الأمن ومكافحة الإرهاب لعرض أحدث المعدات والحلول التقنية المستخدمة أو اللي بتستخدمها مصر لمواجهة ومكافحة الإرهاب. إيه أهمية أننا نكون بنأسس لجناح بهذا العنوان وبهذا الشكل وعرضه على كافة الوفود الأجنبية المشاركة؟ مصر من بداية حربها ضد الإرهاب في الأول كان بعض الدول بتهاجم مصر أو مش واثقة قوي في قدرة مصر على محاربة الإرهاب، لكن بالوقت وبتعرض العديد من الدول لبعض موجات الإرهاب أو بعض حوادث الإرهاب تأكدوا أن مصر هي رأس الحربة في الدفاع عن العالم ضد الإرهاب. طبعا. والحقيقة القوات المسلحة المصرية والشرطة المصرية أجادت جدا في هذا الأمر، وجايز من ضمن الأسباب اللي خلت الدول تقتنع أن ما تقوله مصر أن الإرهاب هو جريمة عابرة للحدود، أن الإرهاب يطال كل الدول في أي مكان في العالم، ما حدث في العديد من دول العالم. والحقيقة برضو من فضل ربنا كل دولة هجمتنا بغض النظر عن علاقتنا بيها أو بعض من مسؤوليها هجمونا في تعاملنا مع الجماعات الإجرامية الإرهابية حصل عندهم درجة ما أقل بكتير من اللي بيحصل عندنا، ولقيناهم بيتعاملوا مع المتظاهرين السلميين، طبعا هم السلميين أنا بتريق،
لأنهم بيتعاملوا بمنتهى العنف وبمنتهى القسوة وبمنتهى الانتهاك لحقوق الإنسان. فمن هنا جاء احترامهم لرؤية مصر في حربها ضد الإرهاب. وبالتالي هذا الجناح بخبرة مصر واستراتيجيتها وأساليبها في محاربة الإرهاب سواء على المستوى الأمني أو على المستوى الاجتماعي قدرت بهذا الجناح إن شاء الله يكون مكان مميز في المعرض عشان الدول أو وفود الدول تدخل وتتفرج تشوف قدرة مصر على اختيار الأسلحة المناسبة للتعامل مع الإجراميين الإرهابيين، الأساليب القتالية المستخدمة، وكل الخبرة المصرية الموجودة اللي هي متاحة لكل دول. النهاردة كان في يعني تعبير مهم قاله السيد وزير الدفاع لما قال إنه لابد للسلام من قوة تحميه. الحقيقة أن المقولة دي توقفت عندها لأنه فكرة أننا نعيش في أمن وسلام واستقرار لها ضريبة، وهي أننا طول الوقت نفضل يقظين ومتدربين وعندنا القدرة والإمكانية أن نحمي استمرارية هذا السلام. يعني رأي حضرتك في المقولة دي؟ هي مقولة صحيحة 100%. ما في دولة تستطيع أن تحقق تنمية إلا إذا كان هناك قوة تحميها، وكلما كانت القوة ذاتية يبقى الأمان أكثر. طبعا. بمعنى إيه القوة ذاتية؟ في دول الجيش بتاعها دول من غير جيش، أو يعني جيشها ليس ذو كفاءة قتالية عالية، زي اليابان على سبيل المثال. اليابان القوات المسلحة بتاعتها ليها ميزانية محددة في الدستور بعد حادثة هيروشيما وناجازاكي وما حدث في الحرب العالمية الثانية، فما تقدرش تزود قدراتها القتالية. طيب هي بتتقدم اقتصاديا او بتتقدم في حمى مين؟ امريكا. في حمى الولايات المتحده. فده طول الوقت بيخليها بس اجنبي اللي بيدافع عنها. بالظبط. فرنسا، انجلترا، تركيا، الدول اللي هي مشاركه في حلف الناتو عندها قوات وبرضه حلف الناتو بيدافع عنها، فبالتالي تنميتها معتمده على قوه تحميها وهكذا. وبالتالي مصر في وسط منطقة الشرق الأوسط وفي خضم هذه الصراعات الكثيرة والأطماع والمؤامرات الخارجية ووجود عدو رئيسي ما زال متربص بنا وهو إسرائيل، بالإضافة طبعا للقوى الإقليمية المناوئة لنا زي تركيا وإيران وهكذا، كل واحد بيحاول يفرد أو يفرض أجندته، يبقى لابد أن مصر عشان ننمو ونحقق تنمية اقتصادية ونرفع مستوى المعيشة لابد أن يكون هناك قوة قادرة على حماية هذا الجهد المبذول. وزي ما بنقول الحمد لله القوات المسلحة أثبتت أنها درع وسيف. القوات المسلحة مش قوة بتحمي مصر بس، لا دي قوة بتحمي مصر الشعب المصري، وقوة بتساعد في التنمية بدليل اللي بيحصل في المشروعات القومية طبعا اللي بتشارك فيها القوات المسلحة بالإشراف والمتابعة وليس التنفيذ، عشان برضو في ناس ايه بتفهم غلط. من ينفذ المشروعات؟ شركات مصرية. الشركات مصرية بالزبط. مدنية 100%. إلى أي مدى المعرض ده هيوفر فرصة علشان الشركات المصرية المتميزة في هذا المجال، مجال الصناعات الدفاعية والعسكرية، تعرض منتجاتها وخططها والتكنولوجيا المستخدمة فيها؟ زي ما قلت لحضرتك أن وجود معرض من 41 دولة وشركات متقدمة جدا عالميا وحط أنظمة تسليح متقدمة جدا احنا ما قدرناش نوصل لتصنيعها، اللي بيجي يتفرج بيتفرج على هذه الأنظمة وفي وسط هذه المعروضات في الجناح المصري، فبيدخل يشوف أنظمة التسليح المصرية، أنظمة الدفاع الجوي، الحرب الإلكترونية، المدفعية، وكل ما تصنعه مصر أو تشارك في تصنيعه بيدخل يشوف هذه المعروضات. طبعا الحاجات دي عاملاها شركات مصرية 100% حتى ولو بالتعاون مع بعض الخبرات الأجنبية، فبتبقى فرصة لبعض الدول أن تتعاقد معنا، لأن بالضرورة أن هناك دول لها إمكانيات محدودة طبعا ماديا طبعا، فممكن يبقى في نظام تسليح متطور جدا ويعجب الدولة لكن ما تقدرش تشتريه، فممكن تلجأ لمن هو أقل في مثلا التكنولوجيا. وإحنا بالنسبة لنا كشركات مصرية بتكتسب خبرات من المعروض، بتقدر تحقق أيضا اتفاقيات مع بعض الشركات للتعاون في مجال
التصنيع أو تصنيع بعض أجزاء السلاح أو تجميع بعض أجزاء السلاح. إحنا ممكن هنا في مصر عندنا يكون عندنا الفكرة دي، فكرة إننا نجمع أسلحة؟ الشركات اللي موجودة سواء العربية للتصنيع أو شركات وزارة الإنتاج الحربي لديها القدرة على تصنيع وتجميع أو تجميع على حسب الترخيص أو الاتفاق اللي بيتم مع الشركات الأخرى اللي هي صاحبة الحق في التصنيع، يعني صاحبة السلاح يعني. فبالتالي بيبقى فرصة للتفاهم، وجايين لك على أرضك 316 شركة جايين على أرضك أنت مستضيفاهم، فبالتأكيد المعرض مش بيعدي أن الناس تتفرج على أنظمة التسليح وخلاص. يعني بالنهار إذا كان في ناس بتدخل زوار بتتفرج، لكن المسؤولين في الشركات مش نايمين ولا حاطين إيديهم على خدهم، هم شغالين لأنه يستغلوا فرصة معرض كبير. اجتماعات واتفاقات، وزي ما شفنا وزير الدفاع بيقابل بعض المسؤولين العسكريين سواء وزراء دفاع، عندنا 10 وزراء دفاع، رئيس الأركان بيقابل المناظرين ليه أو المسؤولين، بيقابلوا الوفود المشاركة، بيبقى فيه في النهاية محصلة جيدة من هذا المعرض. النهاردة بالتزامن مع معرض إدكس أول مرة نشوف تمساح النيل، صح اسمها كده؟ تمساح النيل. صح كده؟ أيوة. تمساح النيل يعني يمكن هو الاسم اللي مصر سمته لهذه المنظومة الخاصة، يعني هي عبارة عن، أنا مش عارفة اسمها إيه يعني عسكريا، لكن هي سفينة كبيرة صح؟ أو حاملة سفن، يعني حضرتك تشرح لنا أكتر. أنا الحقيقة ما شفتش الجزئية، أنا لسه هروح بكرة إن شاء الله. فأنا يعني نعدي ده لأني مش هقدر أن أنا أجاوب. هو يعني ده برضو منظومة دفاع جديدة نزلت النهاردة مصر، أو كان يتم الإعلان عنها النهاردة لأول مرة، ومصر لقبتها بتمساح النيل، لكن فعلا ما كانش فيه معلومات كتيرة قوي الإعلام ما وفرهاش النهاردة. لكن كمان لو هنتكلم بقى على فكرة أنه يكون في دول عديدة مشاركة، قد نكون يعني مش على علاقات دبلوماسية رفيعة المستوى معها، ده بيخلينا إحنا في الصدارة أو دولة معمول لها حساب؟ يعني زي ما حضرتك قلت إن في عدد كبير من الدول مشارك، وفي عدد كبير من الزائرين موجودين، وفي وزراء دفاع، وفي وفود أجنبية وما إلى ذلك، يعني ده بيدي صورة وانطباع لدى الخارج ولدى الدول حتى المشاركة اللي قد تكون العلاقات ما بيننا وما بينها مش على أفضل حال، بيدي لهم انطباع إيه؟ بيدي انطباع ان مصر استعادت زي ما قلت لك في الاول دور الرياده. الدول اللي جايه تزور المعرض وليست على علاقات متميزه مع مصر، هي جايه برضو تشوف احدث انظمه التسليح، فرصه هذا التجمع الكبير جدا في مصر، وممكن يكون وجود بعض المسؤولين من هذه الدول فرصه ل نقدر نقول مد الحبال مره اخرى يعني. وده موضوع طبعا ما بيبقاش في العلن ولا في الإعلام، لكن قد يكون في الغرف المغلقة. يعني نتمنى أن طبعا يبقى كل علاقاتنا مع كل الدول علاقات جيدة بغض النظر عن المسميات، لأن احنا من مصلحتنا كمصر أن احنا نكون على علاقات متميزة مع كل دول العالم، مصالحنا بتفرض علينا ده باستثناء من يجاهر بالعداء طبعا، هو اللي بيجاهروا بالعداء هم كده كده مش جايين معروفين يعني. لكن الحضور لمصر بهذا العدد بيأكد المكانة الدولية لمصر الآن. ما نقدرش ننكر ان الفترة مصر تراجعت شوي، يعني في الفترة اللي هي بتاعت الثلاثين سنة اللي فاتوا بدرجات متدرجة وصلنا لحال غير جيد غير مقبول، وكان الإعلام بيلمع الصورة بس لكن كان مخالف الحقيقة. الآن مصر استعادت دورها، ومش مش بالكلام، لا بالفعل، سواء نمو اقتصادي سواء مسيرة إصلاح اقتصادي، وإن كانت قاسية شوية لكن الشعب متحمل بدرجة ما، سواء باستعادة كفاءة قتالية وتطوير تسليح تم في خلال الخمس ست سنين أو السبع سنين اللي فاتوا بدرجة متميزة جدا من تنويع مصادر السلاح والحصول على أنظمة حديثة تساعد في رفع الكفاءة القتالية للقوات المسلحة. كل ده بيدفع مصر للصدارة، وبيخلي الدول حتى اللي على علاقات غير جيدة تعمل لمصر حساب، تعمل حساب، لأنه الإيمج باينة. إحنا دولة دلوقتي مش بس بتصنع وبتستورد من دول كبرى، لكن كمان احنا بننظم معارض
بنجمع كل دول العالم عندنا علشان يتفرجوا على نظم التسليح المختلفة الخاصة بدول مختلفة. يمكن كمان لو هنتكلم على فكرة مكافحة ومواجهة الإرهاب، هل ممكن نستغل فكرة المعرض ده للترويج لما نفعله بمصر، يعني للترويج للقوات المسلحة بتقوم به في سيناء، للترويج لما تقوم به من نشر الأمن واستقرار وما إلى ذلك؟ وبالتأكيد زي ما حضرتك قلت إن في جناح مخصص للمعدات والأسلحة اللي بتستخدم في الحرب ضد الإرهاب، ده في حد ذاته بيدعم موقف مصر وبيأكد خبرتها ونجاحها في حربها ضد الإرهاب، وبيأكد إن الرؤية المصرية اللي كانت في الأول الناس مش أو الدول بعض الدول مش مقتنعة بيها، لا النظرة اختلفت. بعض الدول الآن تلجأ إلى مصر لتبادل المعلومات في مجال مكافحة الإرهاب، تبادل الخبرات في مجال مكافحة الإرهاب، فكل ده بيأكد المكانة المصرية في هذا الدور. والحقيقة على الأرض نلاقي إن نتائج الحرب ضد الإرهاب اللي قامت بيها قوات مسلحة والشرطة ملموسة، يعني نشوف عدد العمليات الإجرامية اللي كانت بتتم من 4 سنين من 3 سنين قلت طبعا بشكل كبير، مش انا عايز اقول ما قلتش بشكل كبير، دي تقريبا انعدمت. لو رجعنا للتسعينيات ولبدايه الألفين كان كل فتره لما يحصل موقف حدث في مكان ما على ارض مصر مشابه اللي بيحصل في اي دوله في العالم، يعني امريكا، روسيا، فرنسا، بلجيكا، كل فتره يحصل حادث إرهابي، فالمعدل كان متساوي تقريبا مع كل دول العالم. الآن تقريبا نفس المعدل عاد مرة أخرى، يعني بعد ما كان في كل يوم نسمع عن عبوة نسفة أو محاولة تفجير كذا أو سيارة مفخخة كذا محملة بالمتفجرات، كل ده قل بدرجة كبيرة جدا. تقريبا إحنا بفضل من ربنا الحمد لله كل فترة كبيرة لما نسمع عن حادث محاولة وغالبا ما بتنجحش. حقيقة أنه المعرض ده جاي علشان يأكد للناس أنه إذا كنت عايز تكون دولة كبيرة ودولة رائدة، دولة بتحافظ على مكانتها، لازم كمان يكون عندها قوة تحميها ويكون عندها إيمج عالمية بأنه أنا عندي القوة وأقدر كمان أستضيف دول تعرض نظم تسليح مختلفة وعندي أمن وسلام هي فكرة تسويق كمان أكتر منها فكرة يعني ضم دول. أنا كنت أقول لحضرتك أن المعرض في حد ذاته مش حدث خطير قوي، المعرض اي حد ممكن ينظمه، لكن مين اللي بيعمله بالظبط؟ الدوله دي ليها ثقل ولا ملهاش؟ حقيقي. يعني عفوا مع الاحترام للدوله سين اللي هي يكون ما فيهاش شوارع متسفلته حتى، هل تقدر تعمل معرض؟ تقدر تعمل معرض، بس هل هيطلع بنفس المستوى؟ لا طبعا. الشيء الاخر، هل هيجي لها هذا الكم من الشركات والمشاركين؟ بالتأكيد لا. ليه؟ لأن هيبقى فيه يعني دولة فيها اضطرابات. أنا هقول لحضرتك حاجة، فرنسا الآن هل ينفع يتعمل فيها معرض دلوقتي؟ لا طبعا، لأن فيها اضطرابات مع أنها دولة متقدمة. فمعنى أن معرض يتعمل معك في هذا التوقيت وبفضل من ربنا إن شاء الله أمنا وسيؤمن إلى أن ينتهي بالدرجة الكافية، يبقى دي شهادة لمصر من العالم كله أن مصر أمينة إن شاء الله. شكرك جزيلا يا فندم، شرفتنا ونورتنا. سيادة اللواء دكتور علاء أعز الدين، مدير مركز الدراسات الاستراتيجية للقوات المسلحة سابقا، شكرا جزيلا لوجودك معنا يا فندم. شكرا. بشكركم مشاهدينا على متابعة حلقة النهاردة، وبكرة إن شاء الله حلقة جديدة في النور. تصبحوا على خير. الحقيقة تبان.